ومن آفات اللسان العظيمة النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد بينهم، وضابطها كشف ما يكره كشفه سواء كان بالقول أو الفعل، حتى لو رأى شخصاً يخفي ماله فأفشى سره فإنها نميمة. وهي أشد من الغيبة من وجوه، فتقطع الأرحام وتحول بين الإنسان وزوجه، وتفرق بين الأسر، وتشتت ما بين القبائل، وقد توقع الحروب الكبيرة العامة. والنميمة من أخبث وسائل الشيطان للتفريق بين الناس، والنمام قد رضي لنفسه أن يقوم بمهنة الشيطان، فإن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، كما قال عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته، قال: ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم. فهذا التحريش هو الذي طمع به إبليس بعدما رأى استقرار الأمور واستتبابها للنبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، فلم يبق له إلا التحريش. فالذي ينمي وينم يقوم بوظيفة الشيطان. فكم جرت النميمة من شرور عظمى، وكم فرقت بين الناس وأفسدت من علاقات، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. أجمعت الأمة على تحريم النميمة، وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم، وقال: لا يدخل الجنة قتات، رواه البخاري ومسلم. والنمام الذي يحضر فيرى ويسمع ثم ينقل، والقتات الذي يتجسس عليك من حيث لا تشعر ثم ينقل. قال عليه الصلاة والسلام: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت، رواه أحمد، وهو حديث صحيح وروي موقوفا أيضا. والمشي بالنميمة موجب لعذاب القبر، وأي عبارة تنقل للتفريق بين اثنين أو جعل أحدهما يكره الآخر، ولعن الله من خبب امرأة على زوجها وأفسدها عليه، ومنهم هؤلاء الذين يتصلون بالنساء من الرجال الأجانب فيعدها ويمنيها وما يعدها إلا غرورا، ثم يريد أن يفرق بينها وبين زوجها لكي يتزوجها هو، ويعدها بأنه سيكون معها أحسن حالا ورومانسيا وعاطفيا. كذاب أشر. وغاية من يصل إلى مراده من هؤلاء في كثير من الأحيان أن تنقلب العلاقة بعدها.